قال فإن كلام الله ليس ببائن منه. تكلمنا عن القرآن وكلام الله وليس بمخلوق، لكن قال ليس ببائن منه. هذا رد على المعتزلة والأشاعرة كذلك ومن نحى نحوهم الذين قالوا بأن الله خلق القرآن في محل، خلقه في شنو؟ في محل. عشان كده قال وليس ببائن منه، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وهو كلام الله غير مخلوق. فردا على هؤلاء الذين قالوا إن الله خلق القرآن في محل. أما قولهم بأن القرآن مخلوق تكلمنا عنه ونزيد الآن. القرآن كلام الله بنص الكتاب والسنة، أما من الكتاب قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن شنو يا جماعة؟ هو كلام الله غير مخلوق. والإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام جميعا قالوا لا يكفي أن يقول الإنسان القرآن كلام الله ويسكت، هذا باطل، وإنما الواجب أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقولك غير مخلوق ردا على الذين قالوا بخلق القرآن، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. طيب، كذلك من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على أن القرآن كلام الله قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ومن السنة، من الأدلة من السنة الصحيحة التي تدل أن القرآن كلام الله ما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم. أكتبوا النصوص دي، أكتبوها، لأنه دي الرد اللي أنت بترد به على شبهة خلق القرآن. ما رواه مسلم من رواية خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ووجه الاستدلال من الحديث هو الذي كان يستدل به الإمام أحمد ويرد به ويناظر به من قال بخلق القرآن. وجه الاستدلال ووجه الدلالة من الحديث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي هي القرآن كما هو معلوم. ولو كان القرآن مخلوقا لما أمر الله بالاستعاذة بالمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. أيضا من الأدلة حديث جابر الذي صححه الألباني وهو عند أبي داود في سننه، حديث جابر في سنن أبي داود وصححه الألباني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموقف على الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموقف على الناس، في الموقف يعني الموسم، يعني موسم الحج، يعني موسم الحج. فكان يعرض نفسه على الناس فيقول من يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حديث واضح ولا ما واضح؟
واضح جدا. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: من يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، يعني القرآن. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، والأدلة كثيرة، وهذه من أوضح الأدلة وأبين الأدلة، وهي تكفي. أيوة. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. طيب، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني من قال بخلق القرآن، لا تناظره ولا تجادله. ولكن قال الشيخ العلامة ربيع رحمه حفظه الله: هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن الإمام أحمد الذي قال هذه الكلمة وإياك ومناظرة من أحدث فيه هو نفسه ناظر المعتزلة والجهمية القائلين بهذه الفرية وهذه الشبهة، هو نفسه ناظر. إذا لا يقصد الإمام أحمد بقوله وإياك ومناظرة من أحدث فيه تحريم المناظرات جملة وتفصيلا كما يفهم بعض الجهلة اليوم، لأن المناظرات جاء إثباتها في الكتاب والسنة الصحيحة، فقد ناظر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام النمرود ابن كنعان وحجه في المناظرة، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي ناس بيفهموا الكلام ده زي كلام الإمام أحمد وكلام بعض السلف في المناظرات خطأ، يقولوا كلها حرام، ومستعد يجادلك ويناظرك في تحريم المناظرات. طيب دي ما مناظرة ذات؟ فالمناظرات ثابتة بالكتاب والسنة. ولكن يقصد الإمام أحمد بهذا الكلام كما قال الشيخ ربيع، يقصد من علمت أنه لا يريد الحق فهذا لا تناظره ولا تجادله. من علمت أنه لا يريد الحق كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. أيوة. ومن قال باللفظ من قال باللفظ هم اللفظية، هم اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. ومن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق قال الإمام أحمد فهو مبتدع صاحب هوى. ونقل الصابوني عن بعض السلف في عقيدة السلف وأصحاب الحديث أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال بعض السلف هو مبتدع، وقال بعض السلف هو كافر. وقد بدع الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق إنما أرادوا بأن القرآن مخلوق، لكن أرادوا أن ينجوا من السيف ومن العذاب ومن السجن بهذا الكلام. ما المامون جماعته كانوا بيقولوا القرآن شنو؟ مخلوق. والإمام أحمد ومن معه كانوا بيقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، فعذبوهم وقتلوا منهم من قتلوا. في ناس قاموا يوفي النص لعيبة وسط، قالوا يا أخي لو قلنا مخلوق دي مشكلة كبيرة بنقع في الكفر، لو قلنا ما مخلوق حنقع في السجن أو في القتل، فقام قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، حاجة في النص. عشان كده الإمام أحمد بدعهم كلهم اللي قالوا هذا الكلام، قال هؤلاء مبتدعة ضلال. وقال الإمام أحمد أيضا اللفظية جهمية. وفي رواية أيضا نقلها الصابوني عن الإمام أحمد قال اللفظية شر من الجهمية،
قالوا القرآن مخلوق. ليه؟ لأنه قالوا القرآن مخلوق ده ضلال مشان يا جماعة واضح، لكن ديل بتاع اللولوة. ودائما الإنسان الذي ينافق ويغطي باطله ويلبس باطله هذا أخطر من الذي يعرض الباطل بصورة واضحة. ولهذا رد الله على الكافرين في سورة البقرة في بداية البقرة في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخره، آيتين بس. ورد الله على المنافقين بعد هاتين الآيتين عن الكافرين في 13 أو 12 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما إلى آخر وما يشعرون، إلى آخر الآية 12 آية. لأن النفاق ده أخطر من الكفر الواضح. النفاق كفر، لكن أخطر من الكفر شنو؟ الواضح. عشان كده المثل يقول عاد باين ولا صديق خاين. فالإنسان اللي بيدس الضلال ويصر الخير أو يصر شيئا ملبسا بين الحق والباطل هذا أخطر من صاحب الباطل الواضح. عشان كده الإمام أحمد قال: اللبظية جهمية واللبظية شر من الجهمية، في رواية عنه رحمه الله تعالى. طيب، وكان يرد عليهم الإمام أحمد بكلام الله، اللي بيقولوا اللفظي بالقرآن مخلوق، كان يرد عليهم بكلام الله. هم قالوا القرآن كلام الله، لكن لفظي أنا لما نقرأ القرآن هو مخلوق. فالإمام أحمد كان يرد عليهم بنفس الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ممن يسمع؟ بس ذكر رده كده، وده رد قوي كافي جدا. ممن يسمع؟ يعني بعد ما يقرأ، بعد ما قرأ القرآن لسه هو القرآن شنو؟ كلام الله. ديل بيقولوا: لا، أنا لما نقول ده 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 لفظي أنا مخلوق. إذن دي لولا ولا ما لولا؟ لولا. في النهاية يلفوا ويدوروا يصلوا بها، لأن القرآن مخلوق. بل كان الإمام أحمد يبدع من كان يقول القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق. وكان الإمام أحمد يبدع من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، برضو كان يبدعه، زي ما نقل الإمام الصابوني في عقيدته. قال شيخنا مسعود الأفغاني حفظه الله تعالى: والسبب في ذلك لأن هذه الكلمة لم تعهد عند السلف، فهي محدثة مبتدعة. أيات كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوق ذاته، عشان كده كان بيبدعهم الإمام أحمد، لأن السلف ذاته ما كان بيقولوا كده. لا كان بيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا كان بيقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. دي ذات الكلمة دي ذاتها بدعة في حد ذاته، لأنه ما وردت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. أيوة. ومن وقف فيه، نعم، وقف دل الواقفة، اللي بيقولوا لا ندري هو مخلوق أم غير مخلوق، دل برضو مبتدعة. الواجب تقول شنو يا جماعة؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في عقيدته ورسالته لأهل القصيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني نزل من الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام، وإليه يعود، يقصد رفع القرآن من الصحف ومن الصدور كعلامة من علامات آخر الزمان كما ورد في الأحاديث الصحيحة. أيوة. فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل ما قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. طيب، الرؤية يعني بها الإمام أحمد الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة،
لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة. وبلغت الأحاديث في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حد التواتر كما ذكر ذلك العلامة ابن كثير في تفسيره، فهي أحاديث متواترة. عشان ما يجيك واحد من المعتزلة أو من الإباضية أو من الشيعة الزيدية يقول لك ده أحاديث أحاد في العقيدة ما تقبل. أحاديث الأحاد تقبل حتى في العقيدة، لكن الأحاديث التي وردت في إثبات رؤية الله يوم القيامة أحاديث متواترة، ومن ذكر ذلك بأنها متواترة من؟ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير. دي أول مسألة. وإثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا جاء في القرآن وقد عدي بإلى كهذه الآية إلى ربها ناظرة، لا يفيد إلا رؤية العين، لا يفيد إلا شنو يا جماعة؟ رؤية العين. فقوله تعالى إلى ربها ناظرة أي أن المؤمنين يرون ربهم بأعينهم، وقال بعضهم بأعينهم التي في رؤوسهم، ردا على المعتزلة ومن نحى نحوهم الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأنه في ناس يتفلسفوا، قالوا واحدين قالوا ما بيروا، واحدين قالوا يا أخي ما بيروا بأعينهم دي المركبة في 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 وجوههم في رؤوسهم دي، يروا يوم القيامة لكن ممكن بفؤاد وممكن بكذا. فعشان كذا بعض السلف قالوا بأعينهم التي في شنو؟ في رؤوسهم، فيرون الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم من رواية صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: بلى. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب أو أعظم من النظر من نظرهم إلى وجه ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: أتدرون ما الزيادة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هي النظر إلى وجه الله، أو إلى وجه الله الكريم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الثانية من كتاب الله من الأدلة الواضحة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. أما من السنة فالأحاديث كثيرة جدا جاءت في صحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرها من كتب السنة. فمنها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وتقرأ لا تضامون، وتقرأ لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. ومعناها
ما يحصل لكم ضرر أو ضيم أو مشقة في رؤيته، ما يحصل زحام. وأيضا من الأدلة من السنة جاء في صحيح البخاري أن الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون الشمس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم ذكر الشمس، قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، وهو في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الأدلة من السنة الصحيحة ما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني من رواية أبي رزين العقيلي، وأبو رزين العقيلي هو من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة مخليا به؟ مخليا به يعني كل زول يرى ربه يوم القيامة لوحده، أو قالوا معناها يعني معنى لا تضامون في رؤيته، برضو نفس المعنى. قال بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما آية ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكلكم يرى السماء مخليا بها؟ قال بلى يا رسول الله. كل ذول بيشوف السماء براو، ما بيحصل شنو؟ زحام وضيق. انت الآن واقف هنا بيشوف السماء، انت واقف بجاي، والفي اليابان والفي الصين والفي الهند، كل ذول بيرى السماء هذي وما بيحصل لهم زحام، كل ذول يراه في حتته. قال بلى يا رسول الله. قال فالله أعظم، فالله أعظم، وهو عند أبي داود بسند صحيح. واستدل به أيضا على إثبات الرؤية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. والأدلة كثيرة جدا. وممن أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى المعتزلة والجهمية في قديم الزمان، وأنكرها الآن الإباضية والشيعة الزيدية. وانقسم الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. المعتزلة ومن نحى نحوهم أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، والصوفية أثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الصوفية عندهم شنو؟ عندهم الحضرة النبوية وعندهم الحضرة الإلهية، كما هو ثابت عند التجانية في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني. عندهم الحضرة الإلهية، أن ربنا يأتيهم ويجلس معهم في الحضرة. سبحان الله، يثبتوا شيئا من الكفر بالله وهو هذا، وينكرون شيئا من الإيمان، بل من صميم الإيمان بالله. ينكروا أحاديث النزول، ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، وهو في البخاري ومسلم، ده بينكروا تب حديث قالوا الرسول بينكروا، وينجروا حاجة من راسهم يألفوها يقول لك ربنا شنو يجينا في الحضرة، وينكروا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ده الطرفين، من أنكر الرؤية في الدنيا والآخرة هم المعتزلة ومن نحى نحوهم، ومن أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة هم الصوفية. والطرف الثالث وهو الوسط أهل السنة والجماعة، أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وأثبتوها للمؤمنين خاصة في الآخرة، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن الكفار ما بيروا. واستدل الإمام الشافعي بهذه الآية وغيره أيضا استدل بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
قالوا لأنه كان من عذاب الكفار أن يحجبوا عن رؤية الله يوم القيامة، فلا بد أن يكون من نعيم المؤمنين أن يروا ربهم يوم القيامة، لأن من العذاب الحجب عن رؤية الله يوم القيامة. إذن من النعيم إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، لأن الكفار كفروا بالله في الدنيا فحرموا من رؤيته في الآخرة، والمؤمنين آمنوا بربهم بالغيب في الدنيا ولم يروه فآمنوا به، فكان من نعيمهم بل أعظم نعيم، أعظم نعيم للمؤمنين في الآخرة رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. أيوة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبل ما ننتقل إلى هذه الفقرة، لهم شبهات الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لهم شبهات. استدلوا أولا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، من سورة الأعراف. وقالوا النفي بلن يفيد التأبيد، لن تراني يفيد التأبيد، أي أن الإنسان لن يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن النفي بلن يفيد شنو؟ التأبيد، تأبيد النفي هنا وهناك في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء النفي بلن لا يفيد التأبيد، لا يفيد التأبيد، بدليل القرآن نفسه، قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين في تمنيهم للموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، يعني بالكافرين المشركين. ثم أثبت الله لهم بأنهم سيتمنون الموت يوم القيامة في داخل نار جهنم، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا دلت الآيتان على أن النفي بلن لا يفيد التأبيد، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا، ثم أثبت الله أنهم تمنوا الموت في داخل النار يوم القيامة، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن النفي بلن لا يفيد التأبيد. وقال ابن مالك في ألفيته ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. الشبهة الثانية لهؤلاء فهمهم الخاطئ لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا هذه الآية معناها أن المؤمنين لن يروا ربهم يوم القيامة، لأن الله قال لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار. الرد والجواب أن في هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى الإدراك ولم ينفي الرؤيا، وفرق بين الإدراك والرؤيا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى والإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به. فترتوا يا جماعة؟ ها؟ فترتوا؟ في ناس نعسانين، نوقف بس لأنه موضوع الرؤية فيه شبهات، عشان كده أنا طولت فيه. إذا فترت نوقف نواصل الدرس الجاي. بيكمل شبهات الرؤية. آه؟ بيكمل شبهات الرؤية. فترت يا فريد؟
طيب وقفنا وين؟ الوقوف على يكون شيء وإدراك وإحاطة بإدراك. لا لا دايرين زول لخص لنا الكلام الأخير ده. أيوة حلنقي الأخير بس مسألة الإدراك مين اللي لخص لنا؟ أيوة أيوة عبود. ودل عليها أنه الآية نفت الإدراك ومن حين فيه الرؤية. وفرق بين الإدراك وفرق والرؤية. طيب دليلكم شنو على الفرق بين الإدراك والرؤية؟ دي شبهة قد تطرأ. أيوة نعم قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ده الإدراك. لا من البداية فلما تراء الجمعان ده الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلما تراء الجمعان أثبت الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا نفى الإدراك وأثبت الرؤية. إذن الإدراك غير الرؤية. هذه الفائدة الأولى من هذه الآية قال أصحاب موسى. الفائدة الثانية ردا على هذه الشبهة والعادي الفرية من هذه الآية فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أن الرؤية قد تحصل بلا إدراك. قد تحصل بلا شنو؟ إدراك. فلما تراء الجمعان حصلت الرؤية لما حصلت؟ حصلت لأنه تروا الله قال تروا شافوا بعض يعني ورأوا لبعض ونظروا لبعض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال قال كلا. فحصلت الرؤية لكن بلا شنو؟ بلا إدراك لأنه ما أدركوهم لأنه موسى قال لهم شنو؟ كلا ما حيدركوكم. فحصلت الرؤية بلا شنو؟ بلا إدراك. فالذي نفاه الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لا تدركوا الأبصار هو الإدراك وهو الإحاطة الإحاطة بشيء. فالمؤمنون يرون ربهم ولكن لا يحيطون به. وفي هذا رد على أصل الشبهة التي للمعتزلة. المعتزلة ليه قالوا المؤمنين ما بيروا ربنا؟ ليه السبب شنو؟ قالوا لأنه لو رؤوه معناته أثبتوا في حيز معين. أثبتوا في حيز ومكان معين عشان كده قالوا ما بيروا. ولاحظ إنه نفيهم للرؤية نفي شنو يا جماعة؟ عقل ما عنده دليل ولا أدلة جواب ما عنده علاقة بالرؤية أصلا بإنكار الرؤية أصلا إطلاقا ما عنده علاقة. طيب الآن في الدنيا هنا بيحصل فأنتم ترون القمر لكن هل تحيطون به؟ أنتم ترون الشمس من الأرض هنا كل ذول بيجيب الشمس لكن هل بيحيط بها؟ أنتم ترون السماء كما في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه لكن هل الإنسان يحيط بالسماء؟ الآن أنت ترى السماء لكن هل عارف بدايتها من وين؟ نهايتها من وين؟ بتشوف الآن بتحيط بها؟ أنت ترى الأرض هل بمجرد رؤياك للأرض أنت بتحيط بها كلها بالنظر كده؟ فالله أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دي شبه كلها باطلة مردودة. نعم من الأدلة. أيوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله. طيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه أي نؤمن بهذا لكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الإسراء والمعراج أو في المعراج لم يره بعينيه وإنما رآه بفؤاده وقلبه. ده الصحيح. أما كلام ابن عباس رضي الله عنه وكلام الإمام أحمد أيضا في مسألة المعراج بأنه رآه فقد ورد عنهما بلفظين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الإمام أحمد رحمه الله بلفظين كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره.
فمرة قالوا رآه أطلق الرؤية، ومرة قال ابن عباس رآه بفؤاده، وكذلك الإمام أحمد مرة قال رآه رأى ربه، ومرة قال رآه بقلبه أو فؤاده. فقال العلماء الجمع بين ذلك أنه رآه رأى ربه ولكن بفؤاده وقلبه، انتهى الموضوع. لخلاصة الموضوع، إذن كلام ابن عباس رضي الله عنه لم يخالف كلام عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب في البخاري، وكذب قال ابن حجر في لغة الحجازيين يعني أخطأ. الكذب في لغة الحجازيين تحديدا يعني شنو يا جماعة؟ يعني الخطأ، يعني أخطأ. وقالت عائشة رضي الله عنها أيضا في البخاري من رواية مسروق رحمه الله تعالى وهو أبو عائشة التابع الجليل، قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقالت يا أبا عائشة لكنية مسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال فكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أمهليني أنظريني، يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، أليس قد قال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أليس قد قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل، رأيته مرتين في الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، قد جلس بين السماء والأرض وقد سد الأفق. يعني معنى الآيتين ديل ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين من سورة التكوير وسورة النجم، معناه رآه أي رأى شنو؟ جبريل. فردد عائشة رضي الله عنها وجاوبت على كلام مسروق رحمه الله تعالى، فما في تعارض بين كلام عائشة وكلام ابن عباس، إنما كلام ابن عباس بجى بروايتين، رواية شنو؟ رأى ربه، ورواية رآه شنو؟ بفؤاده. فتحمل الرواية المطلقة على شنو؟ المقيدة. وكذلك كلام الإمام أحمد جاء مطلقا وجاء مقيدا، إذا لا يخالف كلامهم كلام عائشة رضي الله عنها، وإذا لم يختلف الصحابة في العقيدة. لأن بعض الكتاب وبعض الشيوخ يقول لك الصحابة اختلفوا في مسائل في شنو؟ في العقيدة. دليلكم شنو؟ ما عندهم دليل إلا المسألة دي. يقول لك يا أخي ابن عباس قال رآه رأى ربه، وعائشة قال شنو؟ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ودي مسألة عقدية. إذن الصحابة اختلفوا في شنو؟ في العقيدة. بعض المشايخ بيقولها بحسنية، وأخذوها العلمانيين والشيوعيين والمجرمين بأن العقيدة ذات والتوحيد فيه شنو؟ فيه خلاف، فكيف بباقي الدين؟ والجواب أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وهذا هو الجواب. كلام عائشة وكلام ابن عباس والإمام أحمد كله شنو؟ كله متفق. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في المعراج السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله رضي الله عنه، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك يعني في المعراج، قال نور أنى أراه،
وأن قال العلماء هي كلمة استبعاد، هي كلمة استبعاد، نور أن أراه. وفي رواية قال نور إني أراه، نور إني أراه. وهذه الرواية الثانية تفسرها الرواية الثالثة وهي رأيت نورا، نور إني أراه معناها شنو؟ نور إني إني أراه معناها معناها رأيت نورا بالرواية الثالثة. هذه الثلاث روايات، نور أن أراه وهي كلمة استبعاد، ونور إني رأيت يعني رأيت شنو النور، زي ما جاء في الرواية الثالثة رأيت نورا أي أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من رواية أبي ذر رضي الله عنه. آخر جزئية قال شنو؟ فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه، يعني المأثور والرؤية التي رآها أي بشنو يا جماعة؟ بفؤاده وقلبه، وهذا مقصود الإمام أحمد بن حنبل بهذا الكلام. أيوة، قتادة رواه قتادة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، والكلام فيه بدعة يعني الكلام بالباطل وإنكار هذه العقيدة بدعة وصاحبها مبتدع. لكن تبقى مسألة نختم بها وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. الحديث الصحيح هو حديث الترمذي وهو الذي ينص على قول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني ربي في أحسن صورة فوضع يده في صدري حتى وجدت بردها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فقال يختصمون في الكفارات والدرجات ورفع الأقدام إلى الجماعات، إلى آخر الحديث. أتاني ربي في أحسن صورة، هذا هو الحديث الصحيح ونؤمن به على ظاهره من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أما الأحاديث الأخرى كحديث أم الطفيل بنت عمرو رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه نعلان من ذهب، فهذا حديث باطل كما قال النسائي رحمه الله تعالى. قال في إسناده مروان ابن عثمان، قال النسائي ومن مروان ابن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل، وأيضا أبطله الإمام الذهبي ونقل كلام النسائي السابق وأقره ومدحه على ذلك، وأبطله جمع من أهل العلم، وأبطله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجاء بروايتين، رواية عن أم الطفيل ففي إسنادها مروان ابن عثمان، ورواية عن ابن عباس وقد أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال هي باطلة أو قال ضعيفة باتفاق الفقهاء، الرواية التي جاءت عن ابن عباس. فكل الأحاديث قال ابن تيمية وكل الأحاديث، جميع الأحاديث التي رويت فيها
أن الله تعالى في صورة شاب أمرد، أو أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق فيصافح الحجيج، الله سبحانه وتعالى يصافح الحجيج، إلى غير ذلك كلها مكذوبة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.